السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين بريكس سليماني مهدد بالإقصاء من المنتخب الجزائري، وهذه على بالك كاين واحد الأمور ما كاش منها ما دام كاين البريكس، ما هذا سليماني ما يروحش، يعني البريكس هو اللي يحكم. ورسم المهاجم الدولي الجزائري اسلام سليماني امسيه الاربعاء انتقاله الى نادي برازيلي ينشط في الدرجه الاولى للدوري البرازيلي، ليكون اول جزائري في تاريخ يلعب بطوله في البطوله البرازيليه لكره القدم. ويبدو ان انتقال اسلام سليماني للعب في الدوري البرازيلي سيجعله الاقرب للاقصاء من صفوف المنتخب الجزائري بدايه من تربص المقبل، حسب ما كشفه موقع يعني مواقع يعني ما دام كاين بريكس ما نروح، لا البريكس كاين انت يا سليماني يقصى، انا مالكم انتوما غالطين على بالك. رانا عايشين بواحد الحاجه راه نقول لكم كيفاش، واحد الحيه يسموها تبرير الوهم المعرفه، تبرير الوهم المعرفه، هذه اللي راهي مغلطتنا وهذه اللي كبرنا عليها باللي حنا كاع ما نخسروش، وإلا خسرنا كانت تكون كاينه مؤامره. وقالت مصادر من الجهاز الفني كتيبه الخبز في تسريبات ان هذا البريكس متردد كثيرا في توجيه الدعوه لمهاجمه سليماني لخوض تربص شهر سبتمبر المقبل. يا والله لا غادي يعيط لها اودي، والله يلعب ماتش لا يعيط لها، كيما بلايلي فين غادي يكون، بلايلي غادي يكون، سليماني يكون، في غولي يكون، انا نقولكم وكوب دافريك بن عمري غادي يكون، ما عندكش انت ليبيرو، ما عندكش مالك. ويرى البريكس ان لعاب الهداف يعني المنتخب الوطني الجزائري في بلد بعيد عن القاره الافريقيه سيعرضه للسفر الشاق من اجل انضمامه الى معسكرات المقبله مع رفقاء القائد رياض محرز. ومن شأن السفر الشاق لسليماني من البرازيل إلى الجزائر أن يعرضه للإرهاق بدني قد يؤثر على مردوده مع المنتخب الجزائري، خاصة وأنه بات متقدم في السن ببلوغه عام يعني سنة ببلوغه 35 وفق لما أكده الموقع السابق. ما كاش باين كروات ود السن ود انا هذا سؤال بريكس، مازال كاين بريكس والفليكس حنا نتوما بعد بركوكس ما قمتوش، بركوكس ما سلكتوهاش، روحتو للبريكس وروحتو لسليماني وروحتو منو وروحتو بركوكس دير له كاع صوالحها، انت البركوكس كاع ساعات على بركوكس دير له كاع صوالحها يا وكول، انت ما انت بريكس هم مالك. كما يضع المدرب في حساباته الوضعية الصعبة التي يعيشها النادي صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري البرازيلي. ويعتقد البريكس أن الترتيب الحالي لنادي البرازيلي في بطولة برازيلية سيعرض مهاجمي سليماني لضغط كبير، بما أنه مطالب بمساعدة فريقه الجديد على تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية. بس هذا البريكس هذا اللي تهضروا عليه غادي يجي ما يجيش، البريكس هذا راه نقول لكم كيفاش، هذا البريكس كيقول لك غادي يولي ما يوليش يقدم، البريكس راه من بكري ما قدمش، البريكس اللي غادي يعيط والبريكس اللي غادي راه ما غاديش يخدم، ما غاديش يخدم البريكس، البريكس حتى متى ما قدم لك شي، ها مالكم، ها البريكس جاتو في راسو نهار الكوب دافريك اللي فاتت حصلوا في الجن وقال لك جن طيح البريكس. واو لله قال لك جن طيح البريكس، وزيد كونت الكاميرون طلع ضربت في راسو دخلت، من بعد البريكس ما دار والو، ديك اللقطه اللي طاها البلايلي وضيعها كان قادر ويتيريها، كانت قدامه كاع محلوله كاع قدامه، هاكو تيراه هو كوزاد خطوه وتيراه ولا ما يتيريش، سليماني بلايلي ضيعها، البريكس ولا ما يماركيهاش، ما شفتو غير بلايلي ما يضيعها، البريكس ما شفتوش من نورمالمون هو يتيري، فماك بلايلي ما كانش يقارن باللي البريكس غادي يعطيها له، هماكم، والبريكس يبغي البريكس، البريكس غادي يعيط لهم كاع، يعيط لبلايلي، يعيط سليماني، عندو ماتش دو باراج، عندو مباراة حياة أو موت،
عنده السنغال. البريكس لازم يهود للسنغال. فرنسا عندها 14 دولة، كما يضع المدرب يعني في حساباته وضعية صعبة التي يعيشها النادي يعني صاحب المركز الأخير. وسيكون تربص شهر سبتمبر المقبل كافي بتحديد موقف النهائي لبريكس في من استدعاء سليماني أو إقصائه عندما يكشف القائمة النهائية للمنتخب الوطني الجزائري. يا ودي غادي يجيبها، يا ودي غادي يجيبها البريكس. أنت عندك البريكس، البريكس كاين، وانت انت تخاطر هذا بريكس ابويا. انتما سهلاوي او الدار اخرى، مرت كيسموها مرت صاحبة كيسموها هذيك صاحبة نيمار، قالت لهم كاين السخانة في السعودية، تحسها سليمان، تحسها محرز. حيت واحد بغيت تفهم حيت كيما دوك راك ما صايب بس يلبس باش يدفي روحو في انجليز. امالك ديها من هنا يا محرز، ديها من هنا الى الاكتوب. انا نقول لك الى الاكتوب. تحكي ما هاك اي روح تنقول لكم روح، والله العظيم نقول لكم البقع كيما اونترينير اسباني يعني سابق يعني تاع مدرب تاع سيلتا فيغو الاسباني رافاييل بينيتيز. البنك قال لهم، قال لهم كاع كيما قلت شو حنا يتبنى باللي البطوله تاع اسبانيا هي الفورغا. اما انا نقول شنو قال لهم، قال لهم ما زلتو متاخرين، ما زلتو متاخرين. قال لهم واه بريكس، واه بريكس بي بي تهضر بريكس انت يا تشريق لك ولا بريكس 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 اكسبريس. ما شكون اللي يدخلوا بريكس؟ كاين السعوديه، كاين الارجنتين، الهند، هذي شكون هذي؟ اثيوبيا، وكاين امارات، وكاين مصر، ايران، ايران، كاين السعودية، وكاين الارجنتين، وكاين مصر، وكاين الهند، لا كاين ايران، وكاين اثيوبيا، اوكي امارات. بريكس 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 قاعد الناس بغات هذا البريكس، قاع ولاو بريكس. انا مواطن جزائري لا يهمني لا بريكس ولا اي خردة، المهم العيش في بلدي خبزة والراس في السماء. هذه هي اخويا، خارينا بريكس حنايا، حنا مش تاع بريكس. غادي بريكس، شكون دار بريكس؟ نعم، ها بنتوما، شتو دار بريكس ولا؟ بريكس حاجة كبيرة. شوفوا مع مشاكرة ويعاود لنا اجتماع تاع البريكس، والبريكس البريكس 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 والبريكس. واه شوف، اما لا احنا المهمة هي ماشية. سليماني غادي يكون مع بلايلي يكون، وكاع غادي يكونوا.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير بارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.